اهلا بيكم معانا مره تانية، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وبنكمل في الموديولز بتاعتنا. فهنا في سؤال: which one of the following features is most indicative of continuing high risk of suicide؟ هو حاطط مجموعه حاجات وبيسال ايه اكتر حاجه فيهم تخليك تبقى قلقان من يحصل ايه سويسايد. السيفير ديبريشن، في احتمال طبعا سويسايد. السايكوزيس يعني كومبير ديبريشن اقل شويه. فيميل جندر، الحقيقه الفيميلز عندهم مور اتيمبتس، بس في الرياليتي السويسايد اللي هو اللي بيخلص هو الرجاله اكتر يعني، لكن الاتيمبتس اكتر في الفيميلز، ما تبقاش يعني كومبليت لله. سيفير جريف، الحزن الشديد، بيحصل لكثير من الناس في سيتويشنز مؤلمه، ولكن معدلات السويسايد يعني مش عاليه قوي، مش بنشوف يعني نسبة عالية منهم بتوصل للدرجة دي. Previous self injury دي أخطر حاجة، لأن ده معناه إنه ده قادر إن هو يعملها، يعني هو المرة اللي فاتت عدت على إنها injury، المرة دي مش هتعدي. ف which one of the following features is most indicative of continuing high risk of suicide؟ إن يكون في previous self injury، حصلت قبل كده إنه عمل self injuries وحاول، ودي الموست indicative of continuing high risk of suicide، إنك تلاقيه جرح نفسه قبل كده، حب يقطع شريان، حب تقطع شريان. طالما حصلت قبل كده يبقى إيه احتمال تحصل تاني، و very high risk هنا في الحالة دي compared للآخرين. واحد عنده 36 سنة، presents to the emergency department with a severe left-sided headache، يعني headache في left side، with pain around the left eye. once هو بيدخل على left eye دي أو الاي و pain جامد قوي، بنفكر دايما في احتمال الحاجة اسمها cluster headache. أفكركم بيه دلوقتي. He has had several similar episodes over the last two weeks. بقى له 2 weeks بتجيله episodes كده lasting حوالي قرب الساعة، من 40 ل 68 minutes each. فهو ده typical feature of cluster headache، إن يجوا إيه كده ورا بعض كأنهم عنقود متجمعين ورا بعض في كام weeks، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ويجي حوالين الآي رهيب بيبقى، وفي لاكريميشن كمان مشهور معاه. The headaches are associated with a runny nose، برضو مشهورة معاه. On examination there is redness and tearing، يعني tears يقصد of his left eye، في tears كمان وراني نوز. الاثنين دول يعني الفيتشرز دي انهم بيتجمعين في كام اسبوع ورا بعض ورا بعض كل يوم بطريقة منتظمة، دي كلاستر كأنها يعني عارفين الكلاستر وحبات العنب كده مع بعض، هم متجمعين مع بعض ككلاستر ورا بعض في couple of weeks، كل يوم قرب الساعة pain في الآي رهيب ولاكريميشن وراني نوز. ده typical cluster headache. On examination there is redness قلنا وtears في الآي. What is the first line long term preventative management؟ دي هنا أول مرة نشوف السؤال ده. هو قبل كده سأل في الكلاستر هيدك الأكيوت أتاك ده نعالجها بإيه، وعرفنا أكسجين يعني دي غير الميجرين إرجوت والقصة دي والكلام، لا ده على طول بياخد أكسجين الكلاستر هيدك يتحسن، دي أهم حاجة. لكن ده عاوز لونج تيرم بريفنتيف مانجمنت، أمنعه إزاي إن يحصل أتاك الكلاستر هيدك. الحقيقة إلى الآن أفضل واحد في كل دول في البريفنشن الكلاستر هيدك ألا وهو الفيراباميل. الفيراباميل ده بيستابيلايز الممبرينز ويمنع الفاسكولار تشينجز، وهنا في فاسكولار إليمنت ومش معروف الحقيقة الإكزاكت ميكانيزم بتاعه تماما، في ناس بيقولوا في ألرجيك نيتشر، ولكن كلونج تيرم بريفنشن الفيراباميل أثبت كفاءة رائعة في حالات الكلاستر A هيدك اللي هو شايفين في التيرز حوالين الاي وفي راني نوز. والكلاستر هيدك قلنا اللونج تيرم بريفنتيف احسن شيء الفيرابامين، من جايب نتائج كويسه، وبنزود الدوز تدريجيا من نبدا صغير لحد ما يبقى توليريتد. يعني اقصد يعني as long as it is tolerated بنعلي الدوز عشان نضمن كفرج A ونمنع الاتاكس في الفتره الجايه. Dosing 3 times per day، في كلام بيقولوا recent انه may be more effective than extended release، ولو ان الناس يعني كتير بيحبوا الاكستندد ريليس على اساس انها مريحه، مش هيقعد يفتكر كل شويه فهي مره واحده وخلاص، فبرضه ليها ايه ميزات في البيشنت كومبلاينس انه ياخدها بانتظام ما ينساش.
المشكله مع الفيرابامين المشهوره انه ممكن يعمل فيرست ديجري هارت بلوك اللي هو لونج بي ار انترفال. شايفين البي ويف هنا ازاي والار ويف ازاي؟ دي كل دي البي ار انترفال اكتر من مربع كبير يبقى فيه فيرست ديجري هارت بلوك. دي من اشهر الحاجات معاه، عشان كده نحب نمونيتور علاج الفيرابامين بان احنا نعمل له ايه اي سي جي. يبقى هنا الـ 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 العلاج اللونج تيرم بتاع الحالات الكلاستر هيديك افضل حاجه ليها الفيرابامين. في ادويه اخرى والليثيوم بريدنيزون، ولكن الفيرابامين هو يعتبر الايه الاكثر حاجه مشهوره في البريفنشن للكلاستر ايه هذيك. A patient with poorly controlled asthma is started on montelukast. What is the mechanism of action of this drug؟ المونتلوكاست ده لما بيحصل لما السيفير أزمة خلاص تعوق خالص وما تستجيبش الحاجات كتيرة، بنفكر ندي المونتلوكاست اللي هو ليكوتراين ريسبتور أنتاجونست، بيشتغل على الليكوتراينز وبيساعد في حالات البورلي كنترولد أزمة. مش أي عيان كده خبط لزق تديله إيه مونتلوكاست على طول، لا، بنخلي المونتلوكاست أو الليكوتراين ريسبتور أنتاجونست بنخليها بس للبورلي كنترولد كيسز. فهو هنا سؤاله بيقول إيه a patient with poorly controlled asthma is started، يعني حتى وصفه صح هنا جميل جدا. فبيقول إيه الميكانيزم بتاعه؟ قلنا ده ليكوتراين ريسبتور إيه انتاجونيست. طيب عندي هنا which سؤال لطيف، which one of the following is the main benefit of erythropoietin in patient with end stage renal disease؟ عدى السؤال ده علينا في الموديولز اللي فاتت، وكانت الفكرة ان في الرينال ديزيز قدرة الكلى انها تطلع اريثروبويتين تبقى ضعيفة، وبالتالي ما بتعرفش تستيموليت البون مارو وبيحصل انيميا جامدة. فبندي اريثروبويتين على امل نكوريكت الانيميا ونمبروف الاكسرسايز توليرانس، عندهم يقدر يمشي يقدر يتحرك، وبالتالي يقل معدلات مشاكل اخرى عندهم نتيجة عدم الحركة. فأفضل يعني هدفنا من إعطاء الإريثروبويتين مش البروتينوريا مش كذا، واضح معروف للأنيميا وإمبروف إكسرسايز تولرانس عشان يبدأ يتحرك يقوم يقلل إيه المشاكل اللي بتيجي من قلة الحركة دي في تي إلى آخره، المصايب التانية اللي بتيجي من عفاة. ده كل ده يساعد الإريثروبويتين إنه إيه يرجع شوية للفيتاليتي إيه بتاعته. مالوش دخل بالرينال فانكشنز طبعا ولا والمرتقلة اساسا، بس نحسن الانيميا اللي جايه من فالكلى فيها مشكله مش عارفه تطلع اريثروبويتين، وبالتالي ما بتعملش ستيميوليشن للبون مارو وبالتالي ما بتطلعش ار بي سيز. فانا بدي اريثروبويتين تو ستيميوليت البون مارو يبدا يشتغل اكتيفيتي ويطلع ويكون ايه ار بي سيز. عندي هنا سؤال، what of the following is an absolute contraindication to thrombolytic stroke؟ يعني هو which of the following يعني المفروض is an absolute contraindication to thrombolytic therapy، يعني يقصد مش thrombolytic بس، معلش انا اسف قلنا دي انا بجيب الاسئله كما هي، يعني thrombolytic therapy in stroke. فهو في مجموعه هنا contraindications. هو الحقيقه شوفوا في العالم الغربي اللي عشان بس ابقى صريح معاكم ما عندهمش موضوع الاسوفجيا الفاريسس، فبيركز ايه على هيموراجيك دايثيسس، دي طبعا ممنوع فيها لان هو ده هيزود التنزس للبليدنج، وميجور سيرجري في البريسيدنج 2 ويكس دي برضو ابسوليوت كونترا انديكيشن قويه جدا. ولكن هو هنا بيحتك بشيء معين عاوز يثبته، يعني كان ممكن الاوبشنز تبقى مختلفه سنه كان يبقى افضل، ولكن هو عاوز يثبت كونسبت، والكونسبت ده للاسف مش موجود في الكتب الغربيه قوي لانه مش كومن عندهم اللي هو اسوفيجيا الفاريسس. هو كومن في مصر ولذا يعني هيتشاف يمكن اكتر من حاجات كتيره قوي ولازم يبقى معروف في البال. هدي واحد ستروك عيان وهدي له ثرومبوليتيك ثيرابي جاي في الايرلي اورز، لو في اسوفيجيال فاريسس عنده من ايه كونسيكونسز لمشاكل الليفر وكده ده ممنوع تماما، لان ده لو نزف او يعني احتمال ينزف منها اتقلبت بقى من ستروك على هيماتيميسيس، يعني عمليه قصه كبيره قوي. فهو الى اضافه جيده للكونترا انديكيشنز للثرومبوليتيك ثيرابي اللي هي ايه الاسوفجيال فاريسس.
فهنا هو بنحط شويه ابسوليوت كونتر انديكيشن للثرومبوليتيك ثيرابي عامه في الاستروك. يعني مثلا ايه، عندي انتراكرينيال هيموريج ممنوع، ما انا هعمل مور هيموريج، كواجيولوباثيز uncontrolled severe hypertension جامد جدا uncontrolled هيدخل في هيموريج منك او مني، serious head trauma برضو مع احتمال ينزف فهديله انت هديله ثرومبوليتيك ثيرابي هيروح نازف مكان التروما، او في الهايبرتنسن الشديد قوي يحصل تقلب يتقلب على سيريبرال هيموريج كواجيولوباثي، او في هيموريج اوريدي، كل دي الابسوليوت كونترا انديكيشنز. ولكن اضاف لهم الممتحن المصري اضافه جيده جدا الا وهي الاسوفجيال فاريسس. هم مش بيكتبوها مش عشان هي لا، عشان هي مش موجوده قوي عندهم، مش كومون، ولكن هي صح طبعا. ايه عيان اسوفجيال فاريسس نخاف جدا نديله حاجه، ها ممكن تبص تلاقي دخل في نزيف وتبقى ايه كارثه يعني فوق الاستروك. Common symptoms of VSCD include هو حاطط brain abscess و repeated chest infection, hemolysis, squatting و cyanosis. شوفوا يا جماعة، بصوا باختصار شديد عشان نتخيل الوضع ده. ال VSCD انا بس ايه مضطر ارسم هنا هوت كده ايه رسمة صغنومة كده هوت كده، وانا ايه هفكركم للناس اللي ايه اللي ما حضروش عندي ال cyanotic heart disease في الكارديولوجي، بنفكرهم في الفي اس دي. البلد بيعدي من الليفت الايل للرايت على اساس ان هو بالجريدينت بريشر هنا عالي قوي، فبيعدي من الليفت الرايت زائد الكميه الاصليه. ايه اللي بيحصل؟ الكميه دي دبل طلع على مين؟ على اللنج. اللنج هنا هو بالكميه البلد فلو العالي قوي بتعمل واتس كولد بالمونري بليثورا، بتتشاف في الاكس راي، يمكن اوريكم صور ان شاء الله ليها، بتبص تلاقي ضخ جامد جدا ايه بلاد بالظبط. افترضوها كانها كونجيشن بس بالمقلوب، بدل ما هو مفيش تصريف ليه في دم كتير رايح، هي نفس كونجيشن جامد او بليثورا. دي بتبريديسبوز دايما لريبيتد شيست انفكشنز عندهم، من اشهر الحاجات بتجي لهم ريبيتد شيست، لان كلهم على طول بيجي ده مع ده الدبل فلو اهو رايح على الرئه، بليثورا ريبيتد شيست انفكشنز. طب الباقي هيموليسيس ملهاش اي علاقه بقصه الهيموليسيس دي خالص يعني، ها سكواتنج بوزيشن بتاع الفلو بتترالش. طب ايه موضوع البرين ابسس والساينيوس؟ هو شوفوا لما بيوصل اللود على الرايت سايد بيبقى كتير، يدخل الفنتريكل ده يحصل له انلارجمنت وينتهي بفيلير، فشل فيلير يبدا البريشر ايه على هنا اهوت، ما هو خلاص في رايت فيلير يقوم يحصل ريفرسال اوف جشنت، وتبدا البني ادم ايه ساعتها الدم الازرق يروح على الاحمر، هنا يبدا يدخل في سيانوسس في اللحظه دي. يعني ما هياش كومون قوي، مش في كل عيانين كتير قوي بيتعالجوا قبل المراحل دي، فمش بتتشاف كتير زي الريكارنت ايه شيست انفكشنز، دي لازم تتحط كديفرنشال دايجنوز. طفل بيجي له ريكارنت شيست انفكشنز ممكن دي نضع اعتبارنا في كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز واسكالتيشن لاقي هارش ميرمر بتاع في اس دي. ولكن من حيث السيانوزس نعم it is potentially cyanotic heart disease، بالذات لما يحصل reversal of the shunt بيسموه Eisenmenger syndrome. دي الرايت فيلير يعلي البريشر هنا هو، تبص تلاقي الشنط اتعكست تماما وراح ساعتها الازرق يدخل على الاحمر يعمل cyanosis، بس مش في كل الحالات. هو بيقول الكومون، فاحنا بنختار الكومن اللي هو ريبيتد انفكشن. هل برين ابسس ممكن البرين ابسس يحصل لو حصل كومبليكيشن سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس وفيجيتيشنز وراحت ايه طالعه على الاورطه؟ ممكن يحصل ايه البرين ابسس، وممكن نتيجه حاجه ثانيه ان الامبولا الثرومبوزس بتتكون كتير قوي في الـ في الفينس سيستم في الليجز، بيطلع منها سمول امبولاي تطلع على الرايت سايد على اللنج، تبقى ما فيش مشكله لو صغيره لانها في دبل بلاد فلو وخلاص. ولكن لو في شنت ممكن تروح رايحه امبولس على الناحيه الثانيه وتطلع على البرين تعمل ايه برين ابسس وانفكشن او دامج انفاركشن في البرين، فيسموها بارادوكسيكال امبوليزم. لكن في نهايه الامر كل دي كومبليكيشنز بعيدا، يحصل انفكتيف اندوكاردايتس وتروح هنا القريبه اللي قدامنا ريبيت تشيست انفكشن مع ال في اس دي. يبقى معذره طولت عليكم شويه، ولكن احبكم ايه تاخدوا عمق هنا في العلم. كومن سيمتومز ال في اس دي اللي هو كومن في دول، دي مش سيمتوم خالص ودي ما لهاش اي علاقه، والكومن في دول هي ريبيتد ايه تشيست انفكشنز. وانا عندي هنا حاله في اس دي ادي الهارت انلارج ده اهو، وجاي له الطفل ده شيست انفكشن، وكل شويه لو ناخد هيستوري هنلاقي ايه كل شويه ايه كانت ايه بتجيله.
عندي هنا سؤال: when is the age of weaning؟ بتاع الويننج بتاع الأطفال اللي هو الفطام ده معروف، ده يعني استمبة كده بتحط ان هو ايه، ها 6 أشهر يبدأوا ايه عملية الويننج ان هم يفطموه. الواد الأرنوب ده ايه، عند 6 أشهر بدأوا يأكلوه وبدأت عملية الايه الفطام ايه بالنسبة له. لا صحيح أرنوب يعني فعلا. هنا عندي سؤال: 67-year-old woman is noted to have a gradual increase in the size of the abdomen. بدأت الأبدومن تزيد gradually في السايز. CT scan reveals large pancreatic mass. واو، دي حاجة يعني مش سهلة، يعني عندها 67 و large pancreatic mass، احتمالات بقى. The lesion was excised. On pathology examination, it is shown to be true cyst. يعني مش pseudo cyst. هنقول إيه الفرق دلوقتي. Which statement is correct regarding true cysts؟ هو باختصار شديد true cyst دي cyst جاية من البنكرياس نفسه. Real anatomically وليها underlying epithelium جاية من البنكرياس كاملة. ال pseudo cyst دي قصة تانية خالص، دي مش سيست خالص اساسا واقعيا، دي عباره عن افرازات بتحصل بعد الهيموراجيك بانكرياتايتس، تتجمع وتروح متجمعه كده اهوت عامله كان لاير او طبق، فيبقى شكلها عامل زي سيست وتسمى سودو سيست، ولكن هي مش من البنكرياس، ما لهاش ابيثيليال لايننج، ما هياش نورمال سيست عاديه. فهنا السؤال بيقول ايه الحاجه اللي تؤكد لي في الباثولوجي ان دي ترو سيست؟ هل commonly seen في الالكوهوليك؟ دي ما تقوليش ان دي true cyst. commonly occur after trauma؟ ها لا، السودو سيست هي اللي بتحصل تروما من الهيموراج والتروما، يتجمع بره ويعمل ايه لاير اخرى كده من الهيماتوما تبقى سودو سيست. they are frequently malignant؟ لا بالعكس، they are associated commonly with colitical برضو، دي برضو بعيدة جدا عن الاحتمالات. they have epithelial lining. ما هنا الفكرة، هنا بنكررها، انا لا انتظر منكم انكم تبقى عارف كل نقطه في دول، يعني هي دي، لو ضيعت وقتك او وقتك في كل نقطه تقعدي تفكري، انت تركزي او تركز حضرتك في اللي انت عارفه يقينا. اللي انا عارفه يقينا ان النورمال سيست بتاع البنكرياس ليها ابيثيليال لايننج ترو سيست، والا ما كانتش سميت ترو. لكن السودو سيست بتبقى حاجات لخبطيطات كده من هيماتوما على اوز على على انزيمات متجمعه براه في البنكرياتيتس مثلا، او تروما وتروح متجمعه وعامله لك وول، يبقى شكله سيست بس هو مش سيست. لكن الابيثيليال لايننج ده يقول لي انها سيست، ولذا الاجابه هنا تو هاف ابيثيليال لايننج هو اللي يؤكد انها ترو سيست، ريال سيست ايه كده اهوت، ها وجواه الايه الابيثيليال لايننج ايه مظبوط بتمام. لو نكملها طبعا مش هفضل اكملها لكم كلها، ولكن دي ريال من البنكرياس مش سودو سيستم متجمعه ايه، ادي البنكرياس هنا اهوت كده اهوت مثلا ومتجمع ايه فلويد ومواد وبتاع براه وامايليز وؤوس، يعمل لك ايه وول كده اهوت براه، يبقى عامل زي ايه كانها سيست براه، هي سودو سيست مش ريال ابيثيليوم. فالكلمه اللي هو عاوز يوصلها انها ابيثيليال سيلز دي تمشي مع ترو سيست، وي دونت نيد تو يعني هاف ايفري فاكت انك تبقى، بس هنا دي لو عارف الفاكت دي يبقى جاوبت السؤال. فهنا دي صورتين اهم، يعني مثلا ايه دي صوره سي تي سكان ودي سي ده نورمال او بنكرياس، وشايفين ايه ادي البنكرياتيك سيست ايه ملعلعه اهي، شايفينها طالعه من ادي البنكرياس اهو، ادي السيست كبيره ازاي، دي كانت ايه ترو سيست ايه للبنكرياس هنا اهوت. وعندي هنا صوره ثانيه هنا اهوت، دي السيست وبنكرياتيك سودو سيست موجوده، شايفينها ده اهي ملهاش وول، شايفين حتى ده الوول بتاعها وضع ده الترو سيست. تعالوا شوفوا دي، هتلاقيها حاجه ميغة كده، ها شكلها ممكن تمشي سيست، بس اللايرز دي ما هياش ابيثيليوم، ما هياش لاير طبيعيه من البنكرياس، حتى تلاقي هيزي هنا فجاه البنكرياس حاجه هيزي كده حواليه، فدي سودو سيست، ولكن دي شايفينها ازاي الكره دي طالعه بالملي كده منه، دي ترو سيست. سي تي سكان طبعا. 25 year old lady presents with 2-week history of growths في الفالفر ريجن. طالما في growths بنتكلم على ايه احتمالات ايه معينه كده ايه هنشوفها دلوقتي. On examination you find multiple cauliflower verrucous lesions. شوفوا القاعده، كلمه cauliflower lesions دي في الفالفا تساوي
كوندايلوما اكوميناتا، هي شكلها كده بتاع الهيومن بابيلوما فيروس. الكوندايلوما لاتا بتاع السيفلس تبقى فلات توبت، ماشي؟ دول ما بيدوش الاشكال الشكل ده. الشكل ده متميز، يعني اللي هو اهو اوريه لكم الكولي فلاور ماس دي، دي كوندايلوما اكوميناتا. كان يمجن طلع عامل زي الارنبيط فعلا بالظبط، حاجه غريبه يعني شكل غير طبيعي. فهي يوم ما يقول لي مالتيبل كولي فلاور فيروكس ليجنز دي على الفالفا، ها، يبقى دي الايه الديزيز المعروف اللي هو بيتسبب فيه الهيومن بابيلوما فيروس، الا وهو الايه كوندايلوما اكويميناتا، اللي هي كولي فلاور فيروكس ليجنز دي بتاعه الايه كوندايلوما ايه اكويميناتا الهيومن بابيلوما ايه فيروس. عندي نوت سؤال جميل. A family came after car accident to the ER. The child is 5 years old. What is your recommendation for him if he witnessed loss of conscious for 10 minutes? شوفوا، طالما الطفل فقد ال conscious لمدة 10 دقائق، ده يبقى فيه احتمالات خطيرة ان السيريبرال هيموريج حاصل، ايبيديورال هيماتوما الى اخره، كل دي احتمالات. وساعات في لوسيد انترفال بين ادم يبقى فايق بعدها شوية وترجع الهيماتوما جاية من الميدل منينجيال ارت دي ولا غيره، وتروح ايه ضغطة تدخله بقى ايه في الريال كونفولجنز وكوما وقصة الايه الكوما المرعبة بتاع السيريبرال هيموريج. فقال طالما في الاي ار وطفل جاي في اكسيدنت وفي history of loss of consciousness for 10 minutes، يبقى urgent CT scan دي الأول في السيريبرال هيمرج من أحلى وأهم ما يمكن في التشخيص. ها على طول ممكن يروح جايب لك إيه بالملي إيه واقعيا في هيمرج برين هيمرج أو مفيش. فيوم ما يجي تروما في طفل حالة تروماتولوجي وفي فقدان للconscious فها أغمى عليه لمدة 10 دقايق حتى لو فاق شوية بعدها، we must perform or do urgent CT scan عشان نشوف احتمالات cerebral hemorrhage، لأن لو أهملنا هيجي later on بمأساة أكبر. وإلى اللقاء مع الموديولز القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا.